طبعا الكل يعرف اني انا من مستخدمين فودافون عمان، وما في داعي اني انا اعيد واكرر واقول ان استخدام فودافون في كل دول مجلس التعاون الخليجي هو استخدام محلي، سواء على مستوى الاتصالات او على مستوى البيانات. وصار لي فترة انا استخدم فودافون واتجول فيها في عمان وخارج عمان، وهي فاتورتي ولله الحمد، وارتحت من وايد اشياء كنت اعاني منها سابقا من استخدامات الهواتف او الشريحة في كل بلد اسافرها، بالاضافة الى ان في الهند، في مصر، في تركيا، في ألمانيا، في مجموعة من الدول الأوروبية ومجموعة من الدول الأفريقية وشرق آسيا استخدام فودافون استخدام محلي بالنسبة للباقة اللي أنا أستخدمها اللي هي باقة بلاك. فودافون عودونا في كل صيف أو في كل فترة تكون لهم عروض وتكون لهم بعض المفاجآت الخاصة بالمشتركين. خلال فترة الصيف السفر يكثر، التصوير يكثر، حتى وانت قاعد في البيت ما تسافر تحب تشوف فعاليات الناس اللي موجودين في الخارج، وبالتالي استخدام النت يكثر، اما يعني استخدام بيانات اكثر. عرض الصيف بالنسبة لمشتركين باقات رد مسبقة الدفع ومشتركين باقات بلاك آجلة الدفع هو الحصول على بيانات اكثر خلال فترة الصيف الحالية مقابل ريالين فقط، مقابل ريالين فقط. وبعض المشتركين ممكن يحصلون على بيانات أكثر مجانا، يعني الباقة اللي أنا استخدمها حاليا البرايم اللي هي أعلى باقة موجودة في البلاك راح أحصل فيها على 40 جيجا مجانا. بالنسبة للباقات الأقل أنت ممكن تحصل على 35 جيجا مقابل ريالين فقط للمشتركين في باقات بلاك. وفي الجانب المقابل أيضا المشتركين في باقات رد ممكن يحصلون على بيانات أكثر، 5 جيجا، 10 جيجا، 15 جيجا، على حسب الباقة اللي أنت مشترك فيها مقابل ريالين بس. لا، الهدية الأكبر راح تكون للمشتركين الجدد في فودافون من خلال اختيار بعض الباقات. هذا الحساب الرسمي لفودافون عمان في انستغرام، تقدر تدخل وتتعرف على باقات الصيف سواء لباقة رد أو باقة بلاك، وتختار الباقة اللي تناسبك أنت، سواء كنت من المشتركين القدامى وحاب تضيف بيانات جديدة أو أنت من المشتركين الجدد، لأن المشتركين الجدد راح يحصلوا على هذه الميزة في بعض الباقات مجانا ومن دون أي إضافة. طيب كيف ممكن أحصل على هذه الخدمة؟ بسهولة جدا، ادخل على تطبيق فودافون. الاخوان المشتركين حاليا مع فودافون ادخل على التطبيق، شوف الباقة اللي انت موجود فيها. الاخوان في باقة رد اضف ريالين وراح تحصل على البيانات الاضافية هذه مقابل الريالين اللي انت اضفتها، وراح تحصل على بيانات مقارنة بالباقة اللي موجودة عندك حاليا. الاخوان المشتركين في بلاك اللي عنده باقة بلاك، ريالين هذه راح تضاف مباشرة بمجرد اشتراكك في عرض الصيف على الفاتورة. يعني انت بس تطلب اشتراك في عرض الصيف، الريالين راح تنضاف على الفاتورة اول ما تنزل. فاتورتك 12 راح تنزل لك 14، فاتورتك 20 راح تنزل لك 22، فاتورتك 30 راح تنزل لك 32، راح تنضاف الريالين على الفاتورة. طيب يا خليل، انا مشترك في مشغل اخر وابغي انقل على فودافون بكل سهولة. بكل سهولة حمل التطبيق وادخل، راح تلاقي الخانة المخصصة للانتقال أو الاشتراك، راح تشترك كمشترك جديد أو تنقل نفس الرقم اللي موجود عندك حاليا مع أي مشغل آخر من دون زيارة أي فرع. إذا في عندك فرع قريب روح لأقرب فرع تزوره، وهو راح يبدل لك في نفس اللحظة، وبعدها تقدر تستخدم كل الميزات اللي موجودة مع فودافون. كل اللي عليك حمل التطبيق واستمتع بكل عروض الصيف مع فودافون. سلام. يعني الحين تدش الكافيهات كلها تلاقي حاطين لك مشروبات الباردة، ليش؟ لأن احنا فترة صيف يقول لك فبنبي نبرد عليك، يحط لك جميع أنواع مشروبات الباردة ومنتجات جديدة وشيء نازل في السوق الحين. لكن أنا في قناعة نفسي أبي قهوة، وأبي قهوة حارة، ما لازم أتأثر باللي موجود هني، أروح على اللي أنا مقتنع فيه. فأول ما أجي هني أقول لك excuse me one americano please hot americano small size yes. انا مختار، انا بيشرب امريكانو حار خلاص، ما تغريني هاي السؤال، انت اختار اللي تبيه. واضح الفكرة اعتقد، صح؟